بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في موقع الرياضيات لكل المستويات. والآن مع دورة تكوينية خفيفة وبسيطة لكي نتعلم برنامج مهم جدا بالنسبة لتلاميذ الثانوي التأهيلي، والذي سوف يحتاجونه دائما لرسم منحنيات الدوال. مثلا عندما تنجز تمرين وتقوم بإنشاء منحنى دالة، فلتتأكد أن المنحنى صحيح أو خاطئ يمكنك استعمال هذا البرنامج، يعني تقوم بإنشاء أوتوماتيكي للمنحنى ثم تستنتج المنحنى صحيح أم خاطئ، ويمكنك أيضا أن تقوم بإنشاء الممسات إلى غير ذلك. إذا نبدأ على بركة الله بتقديم البرنامج وكيفية يعني الحصول على البرنامج. إذا للحصول على البرنامج ندخل إلى الموقع الخاص بالبرنامج، ونشكر جزيل الشكر صاحب البرنامج الذي بذل مجهود كبير لإعداد هذا البرنامج، والذي يعد برنامج ممتاز. إذا نشكره جزيل الشكر ونمر إلى شرح البرنامج. إذن ما هو البرنامج؟ في الصفحة الأولى، ما هو برنامج سبير تراسور، تجد كل المعلومات عن البرنامج، يمكنك قراءتها لوحدك، أمثلة لبعض ما يقوم به البرنامج. إذن لاحظ رسم هاته الدالة وهاته الدالة، إذن أمثلة سوف تراها يعني بنفسك. بالمناسبة هنا كلمة للأستاذ الذي قام بإنشاء هذا البرنامج، ويقول أن البرنامج لا زال قيد التجريب، عند وجود أخطاء يرجى إعلام الأستاذ بأن هناك خطأ، ويمكنك اقتراح أدوات لإضافة على البرنامج على الأستاذ سمير الخريصي. نشكره المرة الثالثة جزيل الشكر لأن البرنامج مهم جدا. إذن المرحلة المهمة بالنسبة لنا هي تحميل البرنامج، نضغط على زر تحميل البرنامج ثم يحمل البرنامج مباشرة دون أي مشكل، يعني رابط مباشر لتحميل البرنامج. بعد ذلك نقوم بتنفيذ البرنامج، نبحث عن البرنامج داخل الحاسوب ثم نضغط عليه مرتين فيبدأ تنفيذ البرنامج. إذن نبدأ بتنفيذ البرنامج سويفون ويجاكسبت، يعني أقبل شروط استعمال البرنامج سويفون انستالي. إذن تم تثبيت البرنامج بسهولة وبنجاح. هنا كري ان ريكورس، يعني مختصر فوق سطح المكتب، يفتح البرنامج، يعني يمكن فتح برنامج مباشرة إلى آخره. إذن فيرمي. إذن اللي فتح البرنامج، إما سوف نجد رابط فوق سطح المكتب، أو يمكننا يعني تنفيذه انطلاقا من ديماري تولي بروغرام، ثم نجد سوبر تراسور هنا برنامج جديد. لاحظ إنه يوجد في هذا الملف الخريصي، يعني ثم سوبر تراسور البرنامج. نقوم بتنفيذ البرنامج، فيفتح البرنامج كما يلي. إليكم نافذة البرنامج. سوف نقوم بشرح بسيط لنافذة البرنامج ونطبق ذلك على بعض الدوال. إذن هنا يعني خاص بمحاور أكس، محور الأنفاصل ومحور الأراتيب، و X 2 في كل تدريجة. لاحظ محور الأنفاصل 2 في كل تدريجة، يمكنك تغيير ذلك، و Y 1 في كل تدريجة، سور محور الأراتيب 1 في كل تدريجة. يمكنك أن تقوم بحذف يعني المحاور أو إظهارها، يمكنك أن تظهر يعني شبكة تخطيط، يمكنك أن تقوم بحذف ذلك. وهنا غراديسيون سكوندير، يعني تلك التدريجات الصغيرة التي تكون هنا. الخلفية، خلفية البرنامج يمكنك اختيارها من هنا. وثم لون المحاور، يمكنك تغيير لون المحاور هنا مثلا. إذن كورب، هنا سوف نقوم بإضافة الدوال، وهنا آلة حاسبة خفيفة، هنا بعض الأوامر، هنا نوفو يعني فتح ملف جديد، أوفغيغ نفتح منحنى يعني سابق قمنا بإنشاء سابقا، تخزين إلى آخره، تخزين في مكان آخر. إذن هناك أوامر كلها سوف تستعملها فيما بعد. بالنسبة لهذه الأوامر سوف نستعملها أيضا هنا للتكبير وللتصغير ولتحريك المنحنى. هنا لاحظ نقوم بتحريك المنحنى الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين، هنا فقط من اليسار إلى اليمين، لا يمكن تحريكه من الأسفل نحو الأعلى، هنا من الأسفل نحو الأعلى ولا يمكن تحريكه من اليمين إلى اليسار أبدا، هنا الاتجاهين، هنا زوم يعني تكبير المنحنى يعني أفقيا وعموديا، أفقيا وعموديا، لاحظ أفقيا أو عموديا، لاحظ تتغير هاته الأرقام. لاحظ نريد مثلا واحد في التدريجة، نقوم بتصغيره أفقيا أو عموديا، عفوا انتهينا، ثم أفقيا نريد هنا 2 مثلا، نقوم بتصغير عفوا بتكبير 2، إذن هنا 2 لاحظ. وهنا فقط أفقيا،
وهنا فقط عموديا. إذن أمور بسيطة، هنا للتكبير والصغير. إذن هذه الأدوات كلها بسيطة وتوجد في أي برنامج. إذا بدأ بطريقة رسم منحنى دالة، إذا نضغط فوق كوغ ثم انسيري ان فونكسيون، نقوم بإرسال الدالة. بالنسبة لأي دالة عادية، هناك بعض الدوال عادية جدا، مثلا هذه الدالة مثلا اكس أس 2، مثلا اكس الأس هي، يعني تذكر جيدا هذه القواعد، الأس هي شابو 2، اكس أس 2 اكتب كما يلي، اكس أس 2 ناقص مثلا 3 اكس. كلنا نعلم منحنى هذه الدالة، يعني منحنى دالة من الدرجة الثانية، ناقص 3 اكس زائد مثلا زائد 5 مثلا، إذن هذه دالة. ثم نضغط فوق اوكي، نختار يعني طريقة الإنشاء منحنى، ثم سمك المنحنى مثلا، ثم لون المنحنى، لون المنحنى مثلا احمر. اذا لاحظ النتيجة، لاحظ المنحنى. اذا لكي يظهر المنحنى نقوم ب يعني تحريك المنحنى. اذا لاحظ النتيجة اليك منحنى الدالة. كورب انسير ان فونكسيون، نقوم بانشاء دالة اخرى مثلا دالة معقدة نوعا ما، مثلا جذر مربع اكس اس 2 ناقص 1 مثلا. الجذر المربع يعني اس كيو ار تي او اس راس راسين را راسين مثلا اكس اس 2 زائد مثلا او ناقص 2 مثلا او ناقص 4. ثم نقوم بغلق قوس. لاحظ جذر مربع يعني ار سي راس اكس اس 2 ناقص 4. اذا لاحظ الدالة تظهر كما يلي، نقوم بانشاء هذا المنحنى بلون مغاير مثلا لون ازرق. اوكي، لاحظ منحنى الدالة الاخرى باللون الازرق، واضح. ثم يمكن انشاء منحنى يحتوي على السينس والكوسينس، سينس والكوسينس مثلا سينس اكس الكل على اكس سينس اكس على اكس سينس اكس على اكس بلون اخر اخضر. سمك مثلا سمك، اين هي الدالة؟ ربما هناك خطأ في الدالة، قم بتصحيحه. سينس، لان لم يكتب هنا الدالة يعني هناك خطأ. سينس سينس اكس، ربما نحتاج الى الاقواس هنا. نعم لاحظ نحتاج الى الاقواس، سينس اكس يجب ان نضع الاقواس، واضح. اذا نضغط فوق اوكي وتقوم ونقوم بانشاء منحنى الدالة. يمكن ان نقوم باظهار منحنى واحد، يعني نقوم باخفاء المنحنيات الاخرى، ويمكن ان نرجع المنحنيات الاخرى بالضغط على هذه الازرار. كيفية انشاء مستقيم، كيفية انشاء مستقيم الان، نقوم بحذف يعني إخفاء كل الدول التالية، ثم نقوم بإنشاء مستقيم معين. إذا كوغب أنسيغي إن دغوات، نقوم بإنشاء مستقيم. مستقيم دي نكتب معادلته، مثلا إيكراك تساوي 5 مثلا، إيكراك تساوي 5. هذا المستقيم سوف يكون موازيا لمحور الأفاصيل، إيكراك تساوي 5 موازيا لمحور الأفاصيل، دونك نعطيه لون معين. لاحظ موازي لمحور الأفاصيل. ثم نقوم بإنشاء مستقيم موازي لمحور الأراتيب، يعني معادلته هي x تساوي مثلا سواء 4 أو 3. لاحظ لون آخر أخضر مثلا. أوكي، مستقيم x تساوي 3، قم بتعديل السمك. واحد، إذن إكس تساوي 3 موازي لمحور الأراتيب. ويمكن أن نقوم بإنشاء مستقيم مائل، كوب أنسيغي إن دغوات، كوب مستقيم مائل يعني إيكراك تساوي مثلا 2 إكس تساوي 2 إكس ناقص مثلا 1.
اثنين اكس ناقص واحد مستقيم مائل. اوكي لاحظ المستقيم المائل، يمكن تخزين هذا المنحنى بالضغط سواء هنا مباشرة، نعطيه اسم جي ان انغوجستخي في اي مكان في سطح المكتب مثلا انغوجستخي، ويمكن ان نقوم بتحويله الى صورة كوبي كوم ايماج. كوبي كوم ايماج يعني تحويله الى، يعني نسخه كصورة ثم نقوم بلصقه اينما نريد، مثلا في برنامج الوورد نقوم بلصقه هنا في برنامج الوورد مثلا، يعني قمنا بنسخ الشكل كصورة ثم نقوم بلصقه هنا كليك دروا كولي سوف يعني يتم لصقه هنا. لاحظ امام كل مستقيم معادلته ديكارتيه، وعند تخزين اي برنامج او عفوا اي منحنى يمكن فتحه انطلاقا من فيشي اوفغيغ، ثم نقوم بفتح المنحنى الذي قمنا بتخزينه مثلا في سطح المكتب جي ان. لاحظ المنحنى، اذا هو المنحنى مفتوح. نشكركم ويمكنكم طرح اي سؤال في هذا حول هذا البرنامج، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى برنامج آخر أو درس آخر بحول الله.